مرحبا بكم في شيء ما يتخبى. الموضوع اللي أثرنا نثيروه هو الخيانة وأبوابها، يعني الخيانة تنجم تكون زوجيات، نجم تكون خيانة صديق لصديقه، وتنجم تكون كذلك خيانة الأمانة. شنو هو الأسباب؟ علاش الإنسان يوصل يخون؟ وشنو هو النتائج؟ يعني أسباب دوافع ونتائج. تابعونا. قاعدين نحكيو على الخيانة بأنواعها، فما خيانة الأمانة، فما خيانة الأصحاب. شنو رايك؟ شنو هي مآلات هالخيانة؟ شنو أسبابها؟ أسبابها نكون بالمرأة كي ما تلاش بروحها، هذه في الراجل، وثم الرجال روح كيف فارغة، الخيانة في دمهم، حتى كان تبدأ مرته مزيانة وطيارة و ما نعرفش تجي يكون بالدم، ما نعرفش يكون بوك كان قبل هكاك، في العائلة كاملة الخيانة موجودة، حتى وكان أنت مزيان ولا بي في المرأة وفي الراجل في الاثنين. مش معناها حاجة في الرجل برك ولا في المرأة برك، حتى نسي عندهم زيادة عندهم النوع من الخيانة، فهمتني؟ نتائجها حسب رأيك شنو نتائجها؟ نتائجها تليق، هذاك هو شنو واحدة إذا كان معناها الخيانة موجودة تليق، ما ثمش عشر، ما توصلش العشر، كل واحد يمشي على روحه خير، ما كانش انتهى بحاجة كبيرة، معناها مثلا بالروح بالجراثيم بالحالة. واللي الاولاد والدنيا كلها تفسد، معناها قائمه كامله تفسد كهو. خيانة الاصحاب باش تفسر؟ كل وحده على روحه خير، ثماش اصحاب، الاصحاب لا، بالنسبه لي انا تو عمري 50 سنه، الاصحاب لا، احسن حاجه كل وحده على روحه، صباح الخير نهارك زيد. شنو اللي يخلي البشر يخون؟ والله الخيانه مقفل الاحتياج موجود، الاحتياج والفقر والبطالة، ذاك البشر باش يخون ويكذب، ذاك الموجود في تونس. صارت لك كار في حياتك تعرف؟ ليش كار؟ أنا ما صار ليش كار، أما مدمر ومخالط ونعرفه فهمتني، مدمر ونشوف نقعد ناس كبار نسمع الكلام، ناس كبار نقعد بعدين نسمع كلامه، ناس إيش تقول؟ شيء موجود، إن شاء الله العاقبة خير. كان عقبتنا خير قدام. حسب رايك علاش به شنو نتائجها في نظرك انت؟ شنو نتائج الخيانه؟ في مول فقر، فقر والبطاله، اخي واحد كان عنده يخون هو واللي يفك نتاع الناس واللي يتعدى على الناس، دينا تاعنا ما يكون شكل، تحب الخير لك تحب الخير لغيرك، ما عندك شكل تقول له فلان اعطيني، ما تسقوش ما تخونوش، خويا ما عنديش عاون فيها باس، وين الشهادية ما عادي يا حصل عليه في شيء هذا، واللي خاف ربي لو قاعد تحت الحيط في بيت تحت الحيط، اللي خاف ربي واش خاف ربي ان البيت تلقى تحت الحيط بيت، تلقى شعار وما يطلبكش ما يقولكش اعطيني ما يمدش يديه، اما فما حبيبات حبيبات كي يعرف شيء يمدك اللي كتم الرب يعاونك هكاك، فما نزير نزير خير فما محمد ما بقله. خيانة جوزية ولا أي خيانة كانت هو تواطؤ من العدالة والأمن المتسببين في الخيانة، لأن كي نجي باش نخون نمشي للكوميسار نمسو، نمشي للقاضي نمسو، نكون مطلوب ونولي طالب، هذه سبب الخيانة في تونس، ولا من بحث على حلانها خصوصا من عهد بن علي للساعة هذه، هذه الخيانة أسباب الخيانة. الخيانة من وجهة النظر نتاعينا وأكبر خيانة وأخيب خيانة هو خيانة السياسيين لهالشعب هذي. الشعب خرج 17 ديسمبر 14 جانفي وقال ديجاج، ورئيس العصابة هرب للخارج ومعنى عمل الثورة الشعب، قلت أنا نؤمن بالثورة، فما ناس سياسيين ما فهموش الأمانة، ما فهموش الرسالة نتاع الشعب، ما توحدوش، ما العائلة الدستورية تقع 10 أحزاب، اليساريين تقع 15 حزب، القوميين الناصريين تقع 10 أحزاب، معناها ضاعوا ومعناها المبادئ ومطالب الشعب ضاعت، الحرية الكرامة الشغل ما تحققتش، التنمية ما تحققتش. أنا أعتبر هذه خيانة من السياسيين للشعب التونسي،
ما حفظوش على الامانه نتاع ثوره 14 جانفي اللي وقفولها اجلالا واكبارا في جميع انحاء العالم. وقفولها فرحوا بالثوره نتاع الشعب التونسي وتبعت في المناطق العربيه الاخرى. صارت ثورات من بعد، صارت الثوره ما يسمى بالثوره المضاده. الثوره المضاده الى اليوم ماناش عارفين تونس، احنا التجربه الاستثناء التونسي ماناش عارفين باش ننجحوا ولا لا. زوج مترشحين للرئاسه، واحد لبرا واحد في السجن. تصور الشعب يصوت لها في السجن هذه خيانه كبيره برشا. اش معناه؟ معناه العالم سيتساءل، قل من هؤلاء التوانسه ذوما؟ شكون الشعب التونسي هذا؟ شكون؟ كيفاش رئيس؟ معناه لو فرضنا كيفاش رئيس يصوتوا له في السجن؟ هذاك علاش ان القضاء الوم عليه وليزي الوم عليها. فما عملوا محضر جلسه هي ولايكا، عملوا محضر جلسه ما حطوش فيها جملتين. هذه زاد خيانه من الخيانات. اللي زي ولايكا خانوا الشعب التونسي، خانوا الثوره التونسيه، خانوا المسار الانتقالي نحو الديمقراطيه. خاطر انا نحب اولادي يعيشوا في جو ديمقراطي، مش كما عشنا معنا قبل في الدكتاتوريه. فما فقرتين حطوا في المحضر الجلسه اللي زي ولايكا شنو هي؟ يقولوا لي عنده تتبعات قضائيه يمشي يفض مشاكله مع القضاء ويتفضل يجي يترشح. كان خلط ترشح هذا ولا الانتخابات المقبله حظ وبغض. تو نجي انا وياك مثال، عملنا كونترا نخدموا كل شيء منه. مالنا فهمت؟ يجي واحد حسود يجي يكبر لك نفسك انت ولا انا، فهمت؟ يقول والله فلان هكا حاله خير من حالك انت، فهمت؟ علاش ما تخينوش؟ علاش ما تسرقوش؟ علاش كذا؟ فهمت؟ كل عوامل شيطانية وحظ وبغض حشاك هذيك هي، فهمت؟ أما اللي عنده إيمان قوي بقدرة الله ينتصر على كل شيء. الإنسان يخون اللي ما عندوش ضمير، نتصورها بالضمير. الحكاية إنسان ما عندوش ضمير النجم يعمل أي حكاية، يخون يعمل أي حكاية. وقل الثقة زاد المرأة زاد كي تشد في الراجل غيره يولي يعمل هو تلزو باش يعمل هو برشا حاجات. ونفس الحكاية تطبق على المرأة زاد كي يشدها هو حزارة تنجم هي تفد من الحكاية هذي، تولي تعمل في مخها ولا هو يعمل في مخه، فهمت؟ ومن السرقة ومن برشا حاجات. علاش الصحاب يخون صاحبه؟ الصاحب يخون صاحبه مع الصحاب، تو مع الصحاب الزمان تاع الصحاب مشي. صاحبك مكتوبك، تقول صاحبي لا تقول خويا زاد، تفض مشاكلك وحدك. صاحبك نتاع قهوة وبس، صاحب نتاع قهوة تو باش تشرب معاه قهوة باش تحكوا حكاية وبالسلامة كل واحد يمشي على روحه. هذا ناتج على الخيانة؟ ناتج على الخيانة. ها صاحب توكي باش تعطي فيه ثقة يدغرك من تالي، يضحك في وجهك وانت تدور الدره ابسط الحاجات تعطيك الكلاط، فهمت؟ صارت جيست في حياتك هكا؟ صار جيست وات برشا اش خلاني غيرتني وحدي يعني. عندي اكثر من 10 سنين وحدي، ما عادش نحب نخالط، كرهت الخلطه، كرهت العباد. خاطر ما تلقاش صاحب تحكي عليه انت صاحب، فما صاحب طبعا. صعيب باش تلقى صاحب. شنو اللي يخلي صاحب يخون صاحب؟ شنو اللي يخلي صاحب يخون صاحبه؟ هي نساء، جرة النساء يخلي صاحبه يخون صاحبه. المرأة ما عندهاش تفسير آخر، لا الفلوس هذيك حاجة أخرى، أما المرأة هي السبب. كان المرأة؟ أنا عندي أنا كان المرأة، ما عرفش يخون صاحبي. صارت حاجة في حياتك هكا؟ لا ما نحبش الغدر أنا، أنا نكره الغدر. اما هذه الطبيعة العباد ولات عنده عادي، عنده عادي كي يا اخي يبدل صاحبه والفلوس تجي في المرتبة الثانية. علاش يوصل الانسان يخون؟ يوصل الانسان يخون على خاطر ما قلت المروءة اولا، فهمت؟ خاطر انت تعمل معاه الخير وهو يغدرك، فهمت؟ حاجة اخرى الصدق، الصدق ما عادش في الوقت،
معناه انسان الناس كل ولا تكذب الناس كل ولا تتبلط. انت تخدم في خدمتك مثلا يجي زميلك باش يحب يترقى يمشي يجهزك لعرفك راهو عمل وعمل وعمل باش ترقى هو. هذه من اسباب التفرقه من الاسباب اللي تؤدي للتفرقه وبرشا حاجات اخرى فهمت برشا حاجات فهمت. هذا هو المكثر الحاجات هذه هي الخيانة. عبد يكذب 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 تولي تقول ما هو الصاحب هذا جي يمشي يحكي عليك لفلان وفلان وفلان شنو ما زلت تصدق به يحكي عليك في حكايات غالطة لو كان جات يحكي عليك في حكايات صحيحة صح وبالشفاء وبالهناء.